السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نديرو درس المعلم في المستوى للسنة الثالثة اعدادي، وغادي نديرو سبق لي درت الدرس، غادي ندير ان شاء الله معكم تمرين 11 وتمرين 11 وتمرين 12 صفحة 145. غادي نبداو على بركة الله ان شاء الله. التمرين كيقول حدد إحداثيات إي زائد في في كل من الحالات التالية. الحالة الأولى، إي ذات الإحداثيات واحد جوج، و في ذات الإحداثيات ناقص جوج واحد. إي زائد في إي زائد في هي الأفصول زائد الأفصول، والأرتوب زائد الأرتوب ناقص واحد زائد واحد ناقص جوج عفوا زائد واحد وواحد زائد اثنان ناقص اثنان زائد واحد يعطينا ناقص واحد، وواحد زائد اثنان يعطينا ثلاثة. هي الحالة الأولى. دابا غادي نمرو عند الحالة الثانية. الحالة الثانية إي ذات الإحداثيات واحد على ثلاثة واحد، و في ذات الإحداثيات ناقص جوج على ثلاثة جد المربع اثنان. في زائد اي تساوي قلنا الأفصول زائد الأفصول ناقص اثنان على ثلاثة زائد واحد على ثلاثة، و جذر مربع اثنان زائد واحد. ناقص اثنان زائد واحد يعطينا ناقص واحد على ثلاثة. واحد زائد جذر مربع اثنان تبقى هكاك. غادي نمرو الحالة الثالثة. الحالة الثالثة إي ذات الإحداثيات اثنان جذر مربع اثنان، واحد على جذر مربع ثلاثة، و في ذات الإحداثيات ناقص واحد على جذر مربع اثنان اثنان جذر مربع ثلاثة. نفس الطريقة غادي نديرو الأفصول زائد الأفصول والأرتوب زائد الأرتوب. في زائد إي غتعطينا ناقص واحد على جذر مربع اثنان زائد اثنان جذر مربع اثنان، و اثنان جذر مربع ثلاثة زائد واحد على جذر مربع ثلاثة. غادي نوحدو المقام، غنديرو في زائد اي ناقص واحد زائد اثنان جذر مربع اثنان
في جذر مربع اثنان على جذر مربع اثنان. وكذلك غادي نحدد المقام اللي هو جذر مربع ثلاثة، غنديرو اثنان جذر مربع ثلاثة في جذر مربع ثلاثة زائد واحد الكل على جذر مربع ثلاثة. غنديرو في زائد اي ذات الاحداثيات. هنا جذر مربع اثنان في جذر مربع اثنان غادي يعطينا اثنان، جذر مربع اثنان في جذر مربع اثنان غادي يعطينا اثنان، واثنان في اثنان اربعة، غنديرو ناقص واحد زائد اربعة، ناقص واحد زائد اربعة، كنتمنى يكون الشرح مفهوم. ناقص واحد على اربعة على جذر مربع اثنان، وهنا كذلك جذر مربع ثلاثة في جذر مربع ثلاثة يعطينا ثلاثة، اثنان في ثلاثة يعطينا ستة، ستة زائد واحد على جذر مربع ثلاثة. ثلاثة على جذر مربع اثنان، هنا سبعة على جذر مربع ثلاثة. غنتخلصو من الجذر المربع في المقام، هي غتساوي لنا ثلاثة جذر مربع اثنان على اثنان، هذا هو الأفصول، والأرتوب هو سبعة جذر مربع ثلاثة على ثلاثة. كنتمنى تكون الطريقة مفهومة وواضحة. دابا غادي نمرو للرابعان في ذات الإحداثيات إكس مربع اللي هو الأفصول، واحد زائد إكس مربع، و إي ذات الإحداثيات واحد ناقص إكس، واحد زائد إكس. في زائد إي ذات الإحداثيات إكس مربع زائد واحد ناقص إكس، إكس مربع زائد واحد ناقص إكس، و الأرتوب هو واحد زائد إكس مربع زائد واحد زائد إكس. هنا كتبقى هكاك إكس مربع ناقص إكس زائد واحد، هنا إكس مربع زائد إكس زائد اثنان. دابا غادي نمرو ان شاء الله للتمرين، التمرين 12 صفحة 145. قلنا غادي نعوضو بالارقام، اكس بي هي ناقص واحد، اكس بي هي ناقص واحد، واكس ا هي اثنان، نديرو ناقص اثنان، و إيكغيك بي هي ثلاثة، ثلاثة ناقص اثنان. أبي ناقص واحد ناقص اثنان ناقص ثلاثة، ثلاثة ناقص اثنان واحد. إذن أبي ذات الإحداثيتين ناقص ثلاثة واحد. دابا غادي نمرو الإحداثيتين ديال بي سي، نفس الطريقة بي سي
ذات الإحداثيتي إكس بي إكس سي ناقص إكس بي و إيغريك سي ناقص إيغريك بي. غادي نعوضو بي سي إكس سي هي صفر ناقص إكس بي ناقص ناقص واحد و إيغريك سي ثلاثة ناقص ثلاثة. إذن بي سي ذات الإحداثيتين ناقص ناقص واحد زائد واحد صفر. دابا غادي نمرو يعني بي سي ذات الإحداثيات زائد واحد صفر. غادي نمرو السؤال الثاني، احسب المسافات ا بي و بي سي و ا سي. ثانيا لنحسب المسافات AB و BC و AC. لدينا من خلال السؤال السابق، من خلال السؤال السابق AB متجهة، AB ذات الإحداثيتين ربي ذات الإحداثيتي ناقص ثلاثة واحد و بي سي ذات الإحداثيتي زائد واحد زيرو. المسافة أبي هي المسافة ماشي المتجهة تساوي جذر مربع إكس أس اتنان ناقص ثلاثة أس اتنان زائد واحد أس اتنان يساوي جذر مربع أربعة يساوي اتنان. و المسافة بي سي نص الطريقة كتساوي جذر مربع واحد أس اتنان زائد زيرو أس اتنان يساوي جذر مربع واحد يساوي لنا واحد. دابا غادي نمرو لأسي، أسي تساوي إكس بي جذر مربع إكس بي إكس سي ناقص إكس أ الكل أس اتنان زائد إيغريك سي ناقص إيغريك أ الكل أس اتنان يساوي إكس أ هو اتنان إكس سي هو صفر ناقص إكس أ اللي هو اتنان الكل أس اتنان زائد إكس إيغريك سي تلاتة ناقص إيغريك أ ناقص اتنان أس اتنان يساوي جذر مربع صفر ناقص اتنان هي تبقى لنا ناقص اتنان أس اتنان تعطينا أربعة زائد هنا ثلاثة ناقص اتنان تعطينا واحد أس اتنان هي واحد.
يساوي جذر مربع 5. إذا أسي تساوي جذر مربع 5. غادي نمرو للسؤال ثالثا. حدد إحداثيتي دي بحيث يكون أ بي سي دي متوازي الأضلاع. ثالثا حدد إحداثيتي دي بحيث يكون أ ب سي دي متوازي الأضلاع. إلى بغى يكون أ بي سي دي متوازي الأضلاع خص يكونوا المتجهتين أ بي تساوي المتجهات دي سي، ماشي سي دي، دي سي، دي سي. غادي نديرو إكس بي ناقص إكس أ، نديرو إكس بي ناقص إكس أ تساوي إكس سي ناقص إكس دي، و إيكغيك بي ناقص إيكغيك أ يساوي إيكغيك سي ناقص إيكغيك دي. غادي نعوضو ب كل وحدة بالأفصول ديالها والأفصول ديالها كل نقطة من هاد النقاط. إكس بي، إكس بي تساوي ناقص واحد، إكس أ يساوي ناقص اثنان، يساوي إكس سي يساوي صفر ناقص إكس دي. أو تاني غادي نعوضو بإيكغيك، إيكغيك بي اللي هو ثلاثة، إيكغيك أ اللي هو اثنان، و إيكغيك سي هو ثلاثة ناقص إيكغيك دي. ناقص واحد ناقص جوج كتعطينا ناقص ثلاثة، ناقص ثلاثة يساوي ناقص إكس دي، ناقص إكس دي، و ثلاثة ناقص جوج هي واحد يساوي ثلاثة ناقص إكغيك دي. هنايا غنضربو في ناقص واحد أو نقسمو على ناقص واحد تولي عندنا إكس دي تساوي ثلاثة، وهنا ثلاثة غادي تمشي، ثلاثة غادي تجي لهاد الجهة تولي عندنا ناقص ثلاثة، يعني إكغيك دي ناقص إكغيك دي يساوي واحد ناقص ثلاثة. إكس دي يساوي ثلاثة و إيكغيك دي يساوي ناقص اثنان، هنا ناقص اثنان وغادي نقسمو على هاد ناقص واحد غتولي عندنا اثنان. إذا إحداثيتي دي هي ثلاثة جوج. والسلام عليكم، كنتمنى
الشرح يكون مفهوم وواضح. وما تنسوش تابونا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، والسلام عليكم.